ده كلام مهم جدا جدا جدا. وعلى فكرة الاعتراف بخطأ اللي حصل والندم على اللي حصل، ان انت شفت ده اتعمل كده ليه، عبر عنه بمنتهى الألم والحزن أكرم توفيق. بعد نهاية المباراة أكرم وقع على الأرض ودخل في نوبة بكا شديدة. لقطة كانت مؤثرة، هنشوفها عشان نقول لجمهورنا اللعيبة قد إيه حاسين إن هما فعلا حصل ده، لكن الأمل إنه ده كمان يتحول لطاقة انطلاق قوية جدا، زي ما الأهلي انطلق مع مارسيل كولر بعد مباراة صن داونز. كل الثقة إن شاء الله إنه الدوري الأفريقي وماتش صن داونز هيبقى نقطة الارتكاز لانطلاقة تانية. شوفوا لقطة أكرم توفيق. صوت ما طالع. بيبو. بيبو. بص كله ده بعد المباراة. بعد المباراة يعني اعتقد اكرم احساسه بقاش يا باشمهندس، وده اول ماتش يرجع يبدا يعني يبداه بعد ما كانش يحب طبعا ما كانش يحب ان ذكرى اول مباراة يلعبها تنتهي كده. وعلي معلول كان متأثرا وبكى وكان بيطيبوا خاطره لأنه شعر بالمسؤولية. أيوة. وهنا بقول عشان كده يا جماعة اوعوا تفتكروا إن اللعيبة دي اللي مصلحتها في الفوز يعني كانت مقصرة يعني الماتش ده بالذات يعني. طيب ده كلام مهم جدا عشان تشوفوا لا اللعيبة متضايقة واللعيبة حزينة واللعيبة زعلانة جدا، وإن شاء الله كل هذه المشاعر تبقى دي طاقة الانطلاق ليها للي جاي. جمهور الأهلي يا جماعة في المباراة استحق التحية بجد. الإقبال الكبير، الالتزام، المساندة والدعم طول المباراة، إحساسه بالمسؤولية عن الأهلي وعن الفرقة.